سليك حاجات ملك يا شبراو، ما بتاكلش ايه؟ ده الاكل حلو قوي. ومنين الواحد هيجيله نفس بعد العجنانه دي كلها؟ ما تشغلش نفسك يا اخويا، الانسان في التفكير والرب في التدبير. انت عارف قوي انت عامل زي ايه دلوقتي؟ غيابه زي القرد اللي هناك ده. انا قرد يا زبده؟ يا حسره عليك، تعبان وشغل نفسه والناس اللي حواليه وشايل الهم، لكن في الاخر ايه؟ قرد برضه. كل يا شبراوي كل كل، وخلينا نقوم نتفرج على مخاليق ربنا. كل اهو الاسد ده هو يا زبيده اللي هو يبقى السابع بقى، عايز سلطان زمانه ملك الغابه هنا، حتى الاكل بتاعه لما يعوزه اللبوه تجيبوله لغايه عنده. اللبوه هتبقى مين يا شبراوي؟ اهي دي اللبوه اللي هناك دي اهي. يعني ايه الاسد يتجوز لبوه؟ ايوه اللبوه دي متجوزه الاسد ده. العب انت هو بايه؟ ارمي يا قال كده يا سبيده، تعملي عقلك بعقل العيال. ارمي الكوره. انا بحب العيال قوي. يا سلام، دي مصر حلوه قوي يا شبراوي. طب ومالها مصر ومال الحكايه دي؟ ما العيال في كل حته، ده حتى النسوان في بلدنا ما يتوصوش، كل يوم بيخلفوا. بس انا ما عنديش. ما انت ايه، ما اتجوزتيش؟ كل نسوان بلدنا ما كانوش بيرضوا ابدا يخلونا نلعب مع عيالهم. ليه يعني؟ كانوا بيخافوا مني كاني عيال. وتسمع العيال الصغيره وهي بتقول زبيده اهي، زبيده اللي امها وحشه اهي. ايه ده؟ وهي امي كانت مالك؟ ايه؟ كانوا بيقولوا ماشيها بطال بعد ابويا زمان، بس انا ما شفتش يا شبراوي. امي تعبت علشان انا وابويا، كانت بتدوق امور عشان تدينا احنا الزمان. يا ساتر يا ساتر يا رب على كلام الناس. وفضلوا يقولوا كده لحد ما كرهت امي. علموني لما تقولي شمال اقول لها يمين. شمال يمين؟ وهي امك عسكري؟ ما كنتيش تسمعي كلام؟ فضلت ما اسمعش كلامه لحد ما كبرت، ولما كبرت امي اتجوزت ولسنا سكتت عنها. قلت الحمد لله خلاص مش هيجيبوا سيرتها تاني. ربنا دايما بيؤمر بالسات، وما دام بقى في عصمه راجل خلاص مالكيش دعوه بيه، انت حاجه وهي حاجه. لا احنا الاثنين واحد، وعندنا مثل الناس دايما بيقولوا اكفي القدر على فمها تطلع البيت لامها، وما كفهمش كده قالوا لك لا اكفي القدر عشان ام ولا ام. اكتر من الكلام ما يقدروش. اكسروا القدر. اهل بلدنا انا عارف، لو كان جوز امي كتب فيهم كان كل واحد لم لسانه وخرس. ما هم سكتوا عن امي، بس مسكوا في سيرتي انا. زبده بنت نفيسه، زبده بنت نفيسه. اجي اشيل الزلعه يقولوا البت بتتقصر، اغير الهدمه اللي عليا يقولوا البت عايزه تستار، استحمى يقولوا شوفوا البت اللي عايزه تستحمى. ما كنت سمعت لك سدي ودان يا شبراوي. الناس كلامهم وحش قوي، حالهم بطال. الحيوانات عايشه في دنيا تانيه، مرتاحين عننا. عشان كده انا قلت اروح دنيا تانيه، يمكن ارتاح فيه. يمكن انت صعبان عليا يا زبيدي، غلباني. انت امك، انا هروح اجيب لك ازازه كازوزه عشان تروق دمك. ايه ايه ده يا زبيدي، اوعي تتحركي من هنا. جايلك. لك فضل سوداني بقش ولب اهو. اديك كازوزه، خدي ازازتك. بقول لك ايه يا شبراوي؟ ايوه يا زبيدي. غمض عيني اهو. لا ما ينفعش كده، غمضهم قوي. الله ليه يا بيت؟ غمض بس وبعدين هقول لك. ايه؟ فتح عينك بقى. ايه ده؟ جبتيه منين ده؟ ده بدل اللي رميتهولك من القطر. ايوه لقيتيه فين؟ ده حكومي. لا ما تسالنيش، انت مش كنت زعلان علشان انا رميت لك الطاقيه من القطر؟ يا بنت دي مش اسمه طاقيه، ده اسمه بريه. بريه؟ بريه بريه. بريه بريه بريه. ايوه بريه، ده انا كنت مكسوف من نفسي قوي. ليه يا شبراوي؟ بس كده كنت ماشي عامل زي الاقرع. اصل العسكري مننا لو مشي من غير البريه ده ياخد جزم.
يعني انت مش زعلان مني؟ وانت فاكره انا كنت زعلان منك؟ انا مخ كبير وفاهم كل حاجه يا بيه. يعني خلاص صافي يا لبن. الله يكرم عقلك يا سيد. قلبي بيضا 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 وانا نازله دالة نازلة. قلبي بيضا هي الاولى للاولى للاولى مش الزلة. انا عارفه ان انا غلطان. قلبي بيضا 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 بيضا. تعرفي يا زبيده؟ نعم. انت فيكي حاجات منها كتير قوي. مني اكتر واحده حبيتي وما حبيتش غيرك؟ أمك. أمي مين يا بيت؟ وردة. وردة؟ وردة مين؟ جوز العسل شهد مصر. يا 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 زبيبة أنا كان كل حلمي أرجع وأشوفها تاني. بس كانت أياميها بقى الإيد قصيرة ومش طايلة، أمي والعيال كانوا صغيرين والمرتب على القد. كنت مستني بس أترقى زي الشاوشي وأنزل المخصوص، وهو جه المخصوص وهشوفها تاني. يعني أنت هتروح ليه؟ أيوة بس بعد ما أسلمه. ده أنا بقالي 12 سنة ما شفتهاش. 12 سنة؟ 12 سنة بعت لها فيهم 12 جواب جوه 12 ظرف. يعني بعد 12 سنة هي قاعدة مستنياك؟ يعني هي عارفة انك جاي لها؟ تعرف منين يا بنت؟ بقولك بقالك 12 سنة ما شفتهاش. يا خسارة يا خسارة يا شبراوي. ده انا من 12 سنة كنت حلوة وعايقة وكنت جارتك كفر جمعة وما شفتكش ولا مرة. اصلاني كنت مقتصر ما كنتش احب الخلطة، كان كل همي شغلي وامي. وانت ناوي تروح لها امتى؟ بعد ما اسلمكم وابقى حر نفسي. طب بقول لك ايه، ما تكسب النهارده وتاخدني معاك ونروح لها سوا. لا يا زبيده انا خايف منك انت. ليه خايف مني؟ يا انت طيبه صحيح يا زبيده بس، وبتسمعي الكلام وكلامك على نياتك فيك حاجات منها صحيح، بس هي قمر قوي يا زبيده قمر. خلاص أنا بقى عايزة أروح أتفرج عليها. تتفرج عليها إيه؟ هي فرجة؟ أيوة لازم حازما حاجة معاك أتفرج عليها. ما أنا خايف منك يا بنت لا تفضحيني وتعملي حاجة كده ولا كده. ليه؟ ما أنا لسه جايبة لك البريه دلوقتي. اسمه ده اسمه براه. أيوة أيوة صح اسمه براه براه. وقلت لك صافي يا لبن. خلاص هاخدك معاك. حليب يا قشطة. هو أنت إيدك تقيلة؟ مش أنا عسكري. أيوة. هو البيت في الحته دي عند البيوت القصيره هنا. ما تبص كويس هنا اهو. ده بقى دي يا زباد البيت ده هو ده. اطلعي لها كده. اني هو انا اعرفها؟ ايوه اطلعي لها قولها شبراوي واقف تحت. اصل ما يصحش اطلع ليها، يعني بقالي مده كبيره ما شفتهاش برضو، وانا مش عايز حد يجيب سيرتها بالبطاقه. اطلع لها فين؟ هي فوق السطوح وكل الناس عارفينها، بس قول لها شبرا واقف تحت وانا مستني هناك. طب افرض ان انا طلعت لها ولقيتها على ذمه راجل، اقول لها ايه؟ الشبرا واقف مستنيكي تحت. ذمه راجل ايه يا زبيده؟ هي اتجوزت؟ بقول لك افرض مش عدت 12 سنه، دي تكون جابت يمكن قرطه عيال قد كده. اقول لكش احسن؟ ما تسال الرجاله اللي واقفين هناك دول. السلام عليكم يا ريس. السلام ورحمه الله. اي خدمه شوشنا؟ مش هتعرف الست ورده بنت الحاج عمران الساكنه هنا برضه؟ مسكينه ما قدرتش باللي حصل لها. حصل لها ايه؟ امها ماتت الدنيا اتدحضرت بيها وسابت السطوح. سابت السطوح؟ عزلت يعني؟ اه. راحت فين؟ في عزبه الصفيح عند جماعه قريبها. عزبه الصفيح دي فين لا مؤاخذه؟ شوف يا سيدي. انا جاي اسال على ست ورد، هي موجوده؟ عايزه في ايه خير؟ لا خير ان شاء الله، انا جاي لها زياره بس. هي عزلت من هنا ومشيت.
مشيت راحت فين؟ عقبال املتك ربنا فتح عليها من واسع وساكنه مع البشوات. فتح عليها من واسع؟ ايه ده؟ ساكنه فين يا يعني؟ عفيني من السؤال ده، هي محرجه عليها ما تجيبش السيره لاي حد. انا اي حد؟ داني شبراو انا اعرفها 12 سنه. هي فين قول لي يعني؟ شايفه العزه يا بنت يا زبيده؟ يا حلولي اما ما هي اصلي ورده دي مسعده، ربنا فتح لها من واسع. صحيح خلاص الباب اتفتح. هلا يا بنت الباب اتفتح. شبراء مش دي شقه ورده؟ ايوه يا شاويش، عاوزها في ايه؟ وقول لها شبراوي بس. بخصوص ايه يعني؟ قول لها بس شبراوي وهي هتعرف. طب اتفضل. لا خلينا كده حلو هنا. اتفضلوا هنا. طيب اسكتي يا انا هنا. دي سكه حديد برضه. اما بنت اسود قومي يلا توسخي الفرش. ايه؟ انا عندي نظيفه واحطها في المكان اللي يعجبني. قلت هنا بيت مين اللي فندي ده؟ ده لزغلي. لزغلي اللي في مصر هنا. طيب انا شفته. ايه دي كبت اللي توسخ الحاجات؟ تقول علينا فلاحين ما بنفهمش. فلاحين ما بنفهمش؟ انا رايي المثل صحيح، من لا احبابه نسى اصحابه. شادية يا فزغلي. من لا لازم انسى اصحاب؟ ده انا بقالي 12 سنه ناسي نفسي. هفتكر حد تاني غير ورده؟ ورده ايوه. حضرتك عايزني في حاجه؟ انا شبراوي. اي خدمه؟ دورت عليك، رحت لك العباسيه الشرقيه قالوا لي انك في عزبه الصفيح. رحت عزبه الصفيح ودورت عليك في صفيحه صفيح لغايه لما قالوا لي انك هنا. جبت زباده وجيت لك طوالي. قصر الكلام، عايز ايه بالظبط؟ انت مش فاكراني يا ورده؟ هو في سبق معرفه بينا؟ داني شبراوي بتاع العباسيه الشرقيه. شبراوي بتاع زمان. 12 جواب جوه 12 ظرف. مش فاكراني يا ورده؟ 12 ظرف و12 جواب؟ ايه الكلام الغريب ده؟ عايز ايه بالظبط؟ الله، انت نسيتيني ولا ايه يا ورده؟ اوه ما تضيعش وقتي. روحيه روحيه. نعم يا ست. طلع الناس دول بره. شبراوي يلا يا اخويا يلا. عجبك يا فسخلي؟ يلا يا اخويا. ازاي ما عرفتنيش؟ هي الناس بتنسى بعضها كده بالسهل يا ولاد؟ ولا عشان شكلي اتغير عن زمان؟ واخده بالها مني يعني؟ انا صحيح تخنت شويه وشعري طويل واحلويت، انما انا برضه شبراوي. انا شبراوي. انساها يا شبراوي. انساها ازاي يا بت؟ ده عمري كله. انت قلتها عندها حكمه، انا عرفتها وهي ما عرفتنيش. بالعكس يا شبراوي، دي هي اللي عرفتك وانت اللي ما عرفتهاش. ازاي؟ هي افتكرت انك اليوم النظيف اللي كان في حياتها زمان، عشان كده لما شافتك النهارده خافت تفكرك باللي هي فيه. انا هرجع لها واتكلم معاها وناخد وندي في الكلام، وافكرها بالعباسيه الشرقيه وسور المعسكر اللي كنت بقابلها هناك. ايوه ومشيت العصايه. عصر ايه يا راجل؟ الله، انت عايز ترجع لها تاني بعد ما كرشتك؟ عايز تهين نفسك ليه؟ اسمع يا شبراوي، الست دي لا من توبك ولا انت من توبها، دي ورده واحده ليها الف شبراوي يقطفها. ترضى على نفسك يا راجل؟ خلاص يا بنت انت. اسمع يا شبراوي، اذا كانوا بيقولوا في الشرع للراجل اربعه، يبقى الست اللي شفتها دي هي الخمسه. الله اسكتي يا سويد، انا هاخد حاجه بره الشر. انا عارفه. الله انا هعرف حد براني. امي يا شبراوي، هنفضل ماشيين لحد امتى؟ انا خلاص رجليا خدمتي. ايه اللي غيرك كده يا ورده؟ الدنيا يا شبراوي، الدنيا يا ما بتغير. هو انت لسه بتفكر فيها؟ ما تيجي ندور لنا على حته نرتاح فيها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نتجرى هنا. وان ما حدش كلمنا ادي احنا قاعدين. طب ونحد كلمنا؟ ادي احنا قاعدين. يلا.